طلعت مرة هيك محممي طازة وبهالحمام واخذي شاور وهيك، وجيت لعند جوزها قلت له مش بدي اعمل لحتى يكبروا صغار، مرة كبيرة صارت بدي. قال لها جيبي ورقة تواليت ورقة حمام وفركيهم هيك بالنص. قالت له شو خصها بورقة الحمام؟ قال لها وقت اللي خدتي كانت طيزك صغيرة، لقيتي كيف صارت هالقد من فرقة الششمة قد ما مسحتيها، مسحي لي بين بزازك بيكبروا. هو قال هالكلمة هي لبده هاللبدة، وهلا هو عم بيمشي على العكازة وعلى كرسي المشلولين، وهي بعدهم هودي كبار وهودي صغار. الحق انه ما نفتح فمنا بمجرد انت تحكي بدك تاكلها. قال له ليش انت ومرتك 60 سنة مجوزين ما عم تتخانقوا؟ قال له من شهر العسل ضربت الفرس ضربتين. قالت له التالتة سابتة اذا بتهز، عمل هيك الفرس قتلته. وانا حكيت سؤال، قالت له التالتة وبعدني ساكت. انتبهوا هيدي نكت، وحقيقة في كتير بيفسروها انه لازم نعيشها. ما هيك لك اذا بتتجوز اسأل العزابة اسأل المجوزين.